بالنسبة لمجالس العلم التي أكرمنا الله بها منها هذا المجلس، صلى الله تبارك وتعالى أن نحن من الأجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. يتصوروا الفضل العظيم الذي نحن فيه الآن، تغشانا الرحمة، تحفنا الملائكة، تنزل علينا السكينة، يذكرون الله في من عنده. شو تبون؟ ماذا نريد أكثر من ذلك؟ فضل عظيم من الله تبارك وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك فمن السنة أن الإنسان يعني في هذه المجالس أن يتأدب، في هذه المجالس يتأدب أولا بخفض الصوت، يتأدب ثانيا بطريقة الجلسة في هذه المجالس، يتأدب في قضية الضحك أو يعني بصوت مرتفع، يتأدب في قضية طريقة طرح السؤال، طريقة استقبال الجواب. يعني هذه المجالس تحتاج إلى أدب، والأدب هذا يعني هو شيء فطري في الإنسان، وفي شيء يتعلمه الإنسان. فنسأل الله تبارك وتعالى جعلنا وإياكم من يتأدب في هذه المجالس. كان يزيد بن هارون رحمه الله تبارك وتعالى الواسطي كان من كبار المحدثين، وهو شيخ الإمام أحمد وشيخ ابن علي وابن مهدي وابن معين. يزيد بن هارون كان مجلسه يحضره المئات إن لم يكن الآلاف يحضرون مجلس يزيد بن هارون. ويزيد بن هارون نفسه كان فيه يعني مزحة، يحب ينكت ويضحك وكذا في المجلس، هو عالم. فمرة جلس في المجلس فقال طرفة يعني فضحك الناس، فالإمام أحمد تلميذه، وكان أحمد صغيرا في ذلك الوقت يعني بالعشرينات، فضحك الناس، فأحمد تنحنح، فالتفت يزيد بن هارون فرأى أحمد بن حنبل فسكت ثم أكمل الدرس بجدية. فلما انتهى الدرس نادى بعض الطلبة قال: لماذا لم تقولوا أن أحمد موجود؟ لم تقولوا لي أحمد موجود إكراما لأحمد، لأنه ما يحب هذه الطرف أثناء دروس العلم. ومن آداب طلب العلم تسكرون التلفونات. طيب، أن أجهزة الهاتف هذه يعني تغلق أو على الأقل توضع على الصامت يعني أثناء هذه الدروس. الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الله.